لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاستجابة لطلب الإخوة الأفاضل في هذا الموقع الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتب له النجاح والارتقاء والتألق، فكلمتي استجابة للإخوة ستكون حول فضل العشر الأول من ذي الحجة. ذو الحجة أولا هو من أشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهو من أشهر الحرم التي هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. ثم العشر الأول من هذا الشهر لها فضل كبير عند الله تبارك وتعالى، ويكفينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. استفسنا زيت استجبخ الإخوة سكسيا خلفضل شايد جاد عشاية مثلا زواروت ذو الحجة. أولا شاية شوان خرم قعيس نتصر بعز وجل دي جابنا من المسلم يخسر هذا حافظ خطع هذا يسن هذا يجتنب المعصية وانتفطع يتحرط المسلم رديت ضيس المعصية رديت مع الخصم الرميمة. ولكن بالأخص شاية ينا يقعد الله تبارك وتعالى يخسر من المدس يحضيخ في النس دي شاية ونيتين، لأنه زي شوان الحرم يقافع ربي عز وجل يكسعيز ربي وشاية مثل زواره كتا وكتا. النبي صلى الله عليه وسلم إنا قوذ إنشاء موسن العمل الصالح إشنا ليس غرب عز وجل كتا زي العمل الصالح دي عشاء يما ثاني تان ناس يا رسول الله وخال جهاد في سبيل الله الناس وخال جهاد في سبيل الله إلا وني غير فنس نفس الناس ذي المال الناس ودي الدكير فذوني ذي العمل يسمان ذي عوضان العمل الصالح دي عشاء يما وني غير صدقان وني غير زمان وني غير قن صلة الرحم وني غير قن خامي مش ميقا ذي غال القرآن ذي كربي عز وجل. فإذا العمل الصالح مش ميقا ذي عشاء يما وازم ما ذي عوضس العمل نانيغي لنو عوالتين ما رايفوا بنا ما مسمى الناس ذن نفس الناس هذي جاه في سبيل الله فذواذ العاه مالي قيز ما نضيع وظن ثم ودي الدكر ناس النفس ناس المال ولكن خميت جان جهاد مشروع وجه وني غير عنا ذي سوق زواه قد تصني وذن خميت سرين كلمة الجهاد يتخير اسم ناد ما ذي حوشا ذي سوق يخف الناس ذي روستن يني ويسري من يتخير اسي جهاد الجهاد غاص ضوابط الناس اسلح كم الناس ما لا يشتبه خسن سور شو معناني. فالجهاد يتيري تحت الراية الخليفة نمسرمان يتيري صلوابيت يتيري ماشي وني موي عجيب الحارس قيش جانا سينيم غاسل الموقف نح كذا سينيم فدس جهد اخنح كذا فمعنى من ايا وجيد واد النوع الجهاد يخن السور من السور في ميت جاد ظلم العدوان يعني ظلم اللي وني يتقتضى يتقتضى امسرم ذي حمل يعني الدولة الناس اللي دافع في الحرمة الدولة الناس تحت الراية الأمير الناس الخليفة الناس جاد نوع وانيتين يجي زمان ذي عوض العمل الصالح ذي عشاية مثلا نيتين تام زهرة ذو الحجة إذن غاسي المفضل يبغى وبالأخص صيام يوم عرفة صيام يوم عرفة أزقوا سامة ذاك ديس الشين دي السفت والثاني ذي السفت ذي بعد جيت مثلا خذ يقع الطاس وسكسيت سكسان قرش ما يعدران زوما ويعدر قد نيش نحادي نسي ذي نبغينا هاخنا ما ذي زوم ذي نعنس لا يعني ذني تي لا لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم يعني إلا ذي رفاض ولكن ذني تي الحديث ونيتين التصمم وري يخاس ذي بعد كان الحديث ضعفا الحديث ضعيف
ديني نيتي صحان ولكن كانوا خال حديث صحيح قد الأحاديث النغني يعني الأحاديث النغني جن أصح من جملتها من جند البخاري جويري يزوم لنهان الجمعة ومن غزوم دي نهان الجمعة الناس النبي صلى الله عليه وسلم أصمت أمس قالت لا أتصومين غدا من عن الغد وهو السبت أتصومين قالت لا قال فأفطري إذن روحت الشيء فإذا يجوز تزوم السفت لأن إخوانتي رأس الموقف قال لا لا يجوز فذنيتي نخصص بأنه خاصة خميتي لابن آدم إجمع ما راه يجمع جمع السفت وذا يسوالو خنقة ما راه يزوم محدث وذا يسوالو من سوى ذا يسوالو لأن ما راه تزمض من زمضش زمض عرفة حتى ابن آدم ما راه سكت من زمض عليك جمع عرفة وتيبو زوم السفت تواصلوا العلاقة كسفت راس العلاقة عرفة إذن يزوم عرفة واش عرفة تعلق الزمن بس المكان شين عرفة نخب قران تذ السفت فون يزوم الجمعة السفت وذا يستر خيار مليح مزيان ثم ليس من جملة الأعمال إذا يس لما ذي كاربي ذي غال القرآن ذي غاسم أضحية ذي نهان عيد فذا غاسم أضحية ذي نعمال ذي الأعمال ذي سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ممش ياو تلميذي وابن ماجه وتصي ياو الحديث ونيتين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم إنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسا إذن الله تبارك وتعالى يتحب العمل ونتينة غاصن الأضحية النش أنها العين غاصن الأضحية ليس نرجع مغا وانت الحكم الشرعي سنة الحكم الشرعي سنة مؤكدة هذا القول جمهور العلماء إلا الحنفية إلا الحنفية إذن جمهور قال سنة مؤكدة بمعنى أني وغاية جيشة ويجيشة وخسوله سيدنا عمر بن الخطاب أبو بكر الصديق شو تقول شقة شو تقول هو الأضحية ما يميخ ما وتغرني وذان باللي واجب يتجع حتى لا يظن ويعتقد بوجوبها لأن باش وتظنني وذان أعتقد باللي واجبة إذن شو تقول شو الأضحية يتنيتي فهي ومن جملة الأدلة خصني ينسو عدم الوجوب ذي نجحت نسير البير وهو الإمام مسلم كذيس إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي إذا رأيتم هلال ذي الحجة مرز رميان ذي الحجة واتكسم ولو ذي الشعر والشعر أرغف غاسم ثاء على وجه الندب والاستحباب وتجي واجب ثاني حتى ذا وني كسم وصل كابو جديد نحاش واجبان يفقد نحارة في إعلان دين بعض فهمنا اللي حرم بعض العلماء لكن أعدل الأقوال ذي البابونيتين السنية يعني سنة مستحببنا ما يتكسر ولكن وني غير من أضحية مش العائلة كمر وني غير من أضحية وني غير صل أضحية ما تيج وني ويتكسر شاء ذي العائلة ذي الشعر نصر رزق الشعر نصر حتى غير غاص ماشي يتعاون الناس الأهل نص مرة عاد ماشي واجب ماشي واجب وني كسن وصل قابوض خلف مين دخل فيش نحاج تيري الحكم الشرعي تري واجب قال واجب وني تخيل الجن يستحق بالنص العكا يستحق ثم وني غيقن يستحق الثواب إذن هو دواري غني بالنسبة دكتور السؤال هني دخل أنه الشخصي واجب الاستطاعة أنه ذي عيد إن هلامي ما يصير الأضحية من يجن سؤال تصني ونقات وش ممكن أنه هني وغاية جيشة أذي يعذر أذي عيد من بعد ذي شوية شوية بالنسبة باش أتعذرض الدكيك كمو ما واسني كذا فثاني تيني خصوتي لك شو مسلم أذي أحد يعذر باش أذي جيش المستحب جيش السنة إلا جيش المرغاس أرماندا وش استسواني العيد نخاس شبري نخاس كذا ما ذي الطف ونتين وخي يعذر معليش ولكن نتعرض زير بانكو يعني خشي قاعد الفائدة كذا وذي جن عمل وجيبو يمه وإنما أمن النخ ما رغاك الأجراء ويجن موظف نخ خاصة رماندا زي الخارج نخ كذا يمكن هذا يعذر يتعين رماندا سستثوا عن العيد استثث لكن يجن هذا يعذر والسن رمغيك تشتوسين ديك صورة لما ذي كمية كافز ليس فوجب ذو الدين
وما جعل عليكم في الدين من حرج قدموا ليس هو الحرج زعما تقد الاضحيه جيت وزعما واخاك والو قدت القربه بالقربه الى الله مربي غير فهمنا يسلم منايا التسميه ذلك تقدر يسلم تون دعوري ما يقان ما دوي تغنسي فجاع الجيرة ويجيشت ولا جيجن جيجن وقت قال بأنه شنط مغاث يوز دحوري وايز الناس نضايف الزركاز يحصر دي الشارع وحوري النون حوري يعني ضم زين قال إذا صح الخبر حوري نعم ضم زين ونسي عجيب يعني فإذا ما رمني صحيح خطار جدا فمغاث تنضاي يعني مرة رخباية صحيح ديش ما عايش وجيبو يمني فما رغايز يسمى مثلا هذيك الأضحية الأضحية اللي ثنية توفى انت دايس الشروط اللي طبعا زمان سيون الشندي اللي كاونيتين في عجالة الشروط من جملة من من جا ضروري يخصا خاص يركز أمسرم يخصا وتستير ينتبهم العيوب اللي يجن بحال الذي أتيني ذهرش المريضة البينة مرضها والعفراء البينة عرجها تزحف تضغط العوراء البين وعورها وتضغط نخاتي دي تضعف تنقاوت مبايا من نخاتة تزحف تنقاوت مبايا دي اقتدي نصحفوها إذا العيوب الأربعة يكسن كسن سبشهم أذيرين مثلا البهيمة نثنية سالمة زي العيوب ذي يعني كذلك حتى السن لأن ذي مجموعة من الشروط يقصد وفانتي الأضحية ما يمكنش خاصة تنسيو ذا فإذا نخسنيني بأنه الأضحية ونس زمان تيك ونس زمان وخاص والو وجبو ديج الفرصة التباهن التفاخر خفيت من داخل أخي كبار لا خفيت بان داخ كبان في الأضحية وإنما ونس زمان تيك ونس زمان وخاص والو ما راه يجيش زمانية يعني.